رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصرت عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، قالت: كان خلقه القرآن. وكأنها تشير إلى قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ما أحوجنا إلى أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتخلقين بالأخلاق، وكان يثني على الأخلاق ويقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول: إن حسن الخلق ليدرك به الإنسان درجة الصائم القائم. وقال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأخلاق في أحاديث كثيرة. ورأى الصحابة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا منه السماحة، ورأوا منه اللين، ورأوا منه الرفق، رأوا منه سلامة الصدر، رأوا منهم البشاشة والابتسامة، رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة، والكرم والشجاعة والشهامة. كل هذه الأخلاق الفاضلة اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يتخلق بأخلاقه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.